حذرتك قبل كده. سمعتيش كلام. وتيجي دلوقتي متهمة في جريمتين قتل. بس أنا ما قتلتش حد. أنا عارف. بس عرفتي واحد قاتل. عرفتي معاه قدام الناس. ممكن يصدقك دلوقتي. هو انتوا حسين؟ اه عمك هيحميك منه. ايه ده كذب؟ ناس كتير اقسم بالله. انت مش فاهمه ايه جوايا. سيبها خلي كلامك معايا. انا بحلم. لا ما بتحلمش على حاجه. وطلع شجاع فعلا. ماشي يا عم البطل. تحب اعدلك لسه الجرايم اللي انا هوصلك بيهم لحبل المشنقه ولا انت عارفهم؟ ما عملتش حاجه غلط. انا كنت بدافع عن نفسي، بدافع عن حياتي. ده شيء. طب ودكتورة صعب منظور دي بالذات انا ما قربتش ناحيتها فعلا. طيب تعالى معايا ونشوف الكلام ده مع بعض. صح يا يوسف، انت لازم تروح معايا. احنا كده كده كلنا تقريبا رايحين في 60 داهية. اهلا. ازيك يا دكتور ايمن؟ وإيه بقى؟ لسه في حد تاني في أي حتة هيطلع لي فجأة ولا إيه؟ أنت لسه شجاع. صدقني ها. برافو. حقيقي برافو. شيء في منتهى الجمال. نزل مسدسك يا حسام. انت رجعت بدري، شكلك لغيت المؤتمر بتاع انسحاب. انا ما روحتش الحمام. كويس، تبقى صرفت نظر. كنت عند حافظ مشهور. المستشفى؟ ايوه. وايه اللي وداك؟ هو اللي طلب يقابلني مع انه بين الحياه والموت. ما هنش عليه ودع الدنيا غير ما يقول الحقيقه. حقيقتي حقيقتي اللي بيخلني من جوه حملتي يا دكتور. وقال لك؟ انت يا نسمة، قال ان انت اللي سربت خبر الرباب لما كانت عندنا في الحملة. انت صدقته؟ ما كنتش هبقى قاعد بسألك دلوقتي. انا مش متهمة عشان ادافع عن نفسي، ده كلام فارغ على فكرة. انت متأكدة؟ انت بتشك فيا يا رأفت؟ مشكلة حافظ مشهور ومثله في نفس الوقت انه راجل امناجي قديم ما بيتكلمش ابدا من غير دليل. وللأسف أنا سمعت الدليل بودني. المكالمة اللي أنت عملتيها للراجل اسمه رفيق اللي بيشتغل مع يوسف رمزي. وبلغتيه فيها إن رباب عندنا في الحملة. لو تحب أسمعك المكالمة دي أنا ممكن أسمعها لك. أنا آسف يا فندم على اللي حصل، بس أنا مش فاهم أنت إزاي مأمن لواحد زي ده. أنا ما بآمنش بحد. طب ليه سايب مجرم زي ده مطلوق كده في بيتك؟ تفتكر ليه؟ اكون مصدق انه فقد الذاكره والجو ده. شوف يا حسام،
انا عايز اقول لك ان انا بقالي فوق السنتين قافل بابي عليا ومنعزل عن العالم، لا جرايد بقرا ولا تلفزيون بشوف. ولما صحيت النهارده الصبح على مجي هالة قلت ابص على الدنيا نشوف فيها ايه، لقيت مرشحين الرئاسة بيقتلوا بعض في الشارع. تصور. انا مش فاهم ده ايه علاقته بالمجرم اللي عندك فوق. المجرم اللي عندي جوه ده هو مفتاح الفوضى اللي بتحصل في البلد كلها. ده مش كلام انشا، الولد ده وراه بلاوي مسيحة. طيب يبقى ده سبب ادعى ان احنا ناخده عندنا في الجهاز، مظبوط؟ انا ايه جهاز؟ الجهاز اللي متعلق في الهواء وعالم بعد الانتخابات هيبقى مع مين وضد مين؟ يا فندم ما تقولش كده، احنا ما بنخدمش حد، احنا بنخدم البلد. سعادتك اللي علمتنا كده. انهي بلد؟ بلد حافظ مشهور ولا مجدي عبد العزيز ولا رأفت الراوي؟ الولد ده لازم نعرف بيشتغل مع مين وضد مين، وعشان كده لازم يبقى تحت عينينا على طول بدل ما الحقيقه تضيع معاه في الجهاز زي ما حقايق كتير ضاعت قبل كده. الحقيقه مش مقتنع. ان شاء الله ما اقتنعت. او عندك جوه، اذا حبيت تخش تاخده خده، بس مش هتطلع بيه من هنا غير على جثتي. ما تقولش كده يا فندم، العفو. الحقيقه انا كنت عايز منك شويه حاجات لما جيت لك المكتب. امرني يا فندم. حاجات ايه؟ اولا عايز كل ورقه انكتبت عن حادثه يوسف رمزي اللي مفروض ان هو مات في حادثه عربيه الاسبوع اللي فات. حاضر يا فندم. تشوف لنا بقى كل حوادث سرقه العربيات اللي اتسجلت يوم الاخ ده مع عمل الحادثه. عايز ملف المطربه اللي اتقتلت من 10 سنين اللي اسمها شكل. اشمعنى يا فندم؟ انت ما تعرفش ان هم قضوا ليله في مزرعه عسكر في الطريق الصحراوي، وان العربيه اللي موجوده بره دي تبقى عربيه واحد من رجاله فارس عسكر؟ لا ما اعرفش. عشان ضابط خيبان في حاجة أخرانية هطلبها منك. آلة. مالها؟ تجيب لي كل الورق بتاعها من السكن اللي كانت فيه، وبالذات الباسبور. هتعرف ولا أدور على ضابط أشطر؟ هحاول. والله العظيم أنا كان قصدي أحميك. تحميني من ايه؟ من ان اعرف سر المؤامره المعمول عليا؟ السر اللي كانت الرباح هتكشفه لولا بعتوا خدوها في عربيه اسعاف؟ او كانت جايه تلبسنا مصيبه زي ما عملت وطلعت في التلفزيون وقالت انك انت كنت هتموتها. مش يمكن عملت كده عشان حست ان احنا بعناها من غير ما نديها فرصه؟ ما اديناهاش فرصه؟ تاني هتدافع عنها؟ ما تقلبيش الترابيزه وتوجهي لي اهتمام، اللي انت عملتيه ده اسمه خيانه. واللي انت عملته كان اسمه ايه؟ انا ما ضحكتش عليك ولا انكرت، ولما طلبت طلاق انا ما اعترضتش لانه من حقك، ومن ساعتها كل بينا شغله بس. لكن الواضح انك انت مش قادر تفرقي بين الاستاذه الجامعيه اللي عندها شغل تعمله وبين الزوجه اللي عايزه تنتقم. انا عايز انتقم منك. وما رفعت تمين ليه وانت عارف انه بريء وما عملهاش؟ كنت بتدلع على صار الجريمه مش كده؟ انا غلطت معاك مرتين، مره لما خنتك ودلعت صدقك فيا، والمره الثانيه لما تخيلت اني ممكن اعمل لك بعدها. هتريك راجع ترد لي القلم 10. انا يا رب. مفيش داعي نوجع بعض اكتر من كده، وما اعتقدش ان احنا هنقدر نكمل من غير ثقه بينا. عموما اشكرك يا دكتور على تعبك معايا. تقدر ترجع دلوقتي وتكملي اجازتك. يا يوسف. يا يوسف. ما هيسيبونا نمشي ولا ايه؟ مش عارف. يعني ايه؟ هنروح نتنقل نقعد في اي اوتيل قديم تاني؟ فيها ايه؟ هنقعد في اي مصيبه. ان شاء الله نروح شقه ونجرب اسمك عادي اي حته. لا يا عم انت عايز تعمل فيلة عمل في ضيف. خلاص يبقى اسكت وسيبنا افكر. طب انا جعان. على فكره يا فندم احنا يعني لو هنعمل لسيادتك اي مشاكل احنا ممكن نمشي دلوقتي حالا. تمشوا تروحوا فين؟ انتوا هتفضلوا مرزوعين هنا لغايه لما نعرف ايه حكايتك بالظبط. معلش حضرتك، هو حسام بيه اللي واقف تحت ده هنعمل فيه ايه؟ الظابط اللي تحت ده تلميذي،
ينفذ اللي اقوله عليه من غير مناقشه. امال ليه يعني كان داخل سنن سنانه علينا قوي كده؟ يعني سعادتك واثق فينا لدرجه انك قعدنا في ايدك؟ انا ما بثقش في حد، انما كمان ما بتصرفش الا بناء على معلومات ومن اكتر من مصدر. ايوه بس برضه يا فندم انا خايف نعمل لسيادتك مشاكل يعني. يعني افرض الناس اللي بتطاردني دي قدروا يوصلوا لي هنا. هنا امن مكان ممكن تقعدوا فيه، ولو حسيت العكس انا هتصرف. المهم انك انت تكون امين معايا وتقول لي على كل حاجه. مفهوم؟ مفهوم يا فندم.